رسالتي للجماهير الخليجية عموما لحضور خليجي 25، كل المؤشرات تدل على نجاح البطولة، استذاكة النفذة، وأنا أعتقد أن الاتحاد الخليجي من حسن حظ أن تكون البطولة في البصرة، لأن هناك شغف جماهيري كبير من أهل البصرة والعراق، التذاكر كما سمعت وبيشوفون إن شاء الله على أرض الواقع يوم الجمعة والافتتاح، الملاعب مليانة وكلي كبير والتذاكر نفذت، فأنا أعتقد أن الجماهير الخليجية أيضا سعيدة بتواجد مع أخوانها العراقيين، لأن الكل يرحب حقيقة، نعجز عن شكر للعراق وأهل البصرة. رأيك مباراة الافتتاح بين العراق وعمان؟ دائما المباراة الافتتاحية صعبة على الفريق، لأن الأوراق غير مكشوفة، العراق يلعب في ملعبه وبين جمهوره وأرضه، والفريق العماني فريق متطور حقيقة، شاهدنا في تصفية كأس العالم مؤهلة لقطر 2020، فريق مستقر فنيا، مستقر اللاعبين، فبتكون مباراة قوية، تكون مباراة قوية. لأنها الفريق المرشح الأجدر لحمل لقب البطولة. أنا بعطيك ثلاثة. العراق والإمارات وعمان. نعم. وأيضا لا يعني يجب أن لا نقبل عن قطر أيضا والسعودية والبحرين بسبب التحامل، فمن حسن حظنا أن البطولة تكون فيها تنافس. طيب تخفف الضغط عن الفريق القطري؟ لا، الفريق راجع من طالع من كأس العالم، بعد حالتنا كنت صراحة احنا كجماهير صابتنا خيبه من المنطقه في النتائج الاخيره في كاس العالم، كنا متاملين تكون على الاقل نتائج الفنيه مش النتائج الرقميه يكون مستوى افضل، الان في تبديل احلال وتبديل في المنتخب، ونتامل من المنتخب لان هاي البطوله ايضا تكون اعداديه لكاس العالم 26، اعداديه لاولمبياد باريس، فالمنتخب يعني داخل بقوه ايضا. شكرا.